طيب نكمل مع النيورال بليت. طبعا النيورال بليت راح ايش البليت هذا الطبق سوف يمتد الى الاسفل كاودلي ميجري او ميد ريجن فورمز نيورال جروف. فلما نمتد على الاسفل الميد ريجن راح يكون لنا لو ميد ريجن راح يكون لنا نيورال جروف تابع للنيورال عصبية تقريبا وإجس فورم نيورال فولت. يعني دحين الإجس الحوافة راح تسوي لنا فولتز زي ما احنا شايفين كانوا هنا وعين صاروا فولتز انطوق وتشابكوا مع بعض. وهنا لو ميد ريجن ولا في الوسط فورم نيورال جروف. يعني كانوا يتكلم عن الوسط والحواف. فالوسط راح يسوي لنا جروف شق يعني او زي ما نشوف هنا. والحواف اللي هي هذه هنا تقريبا معايا راح تكون لنا ايه فولدز سوف تنطوي او تلتوي. طيب نكمل اللي هو نيورال تيوب. نيورال تيوب فورم باي فيوجن. ايوه نيورال تيوب هنا كان مو تيوب صح؟ بعدين هنا راح كذا لسه مو تيوب هنا صار تيوب. فالمهم هذه زي كانت شابكت مع بعض ودخلت مع بعض ولا هنا طلعوا. المهم سوولك في النهاية تيوب كانوا كذا وكانوا كذا بعدين صاروا كذا بعدين دخلوا في بعض وخلاص. هنا اقول لك النيورال تيوب الانبوبة هذه تكون بواسطة الاتصال الاثنين هذولا وكون لنا اربع سوماتيز وهذه معروفة اليوم ال 25 نتج كذا كون لنا ايش النيورال بور واليوم ال 27 حق الكاودر وبعدين كون لنا ايه اللي هو التيوب هذا فورمز سباينال كورد اند برين. يعني دحين هذا الكرانيا هذه البورز هذه راح تكون لنا هذا وهذا. طيب البور حق الكاودل والكرانيال سوف يتحدون مع بعض ويعني يساعدون على انه يكونون لنا هذا. فالمهم اللي نعرفه انه هذا وهذا وهذا يتكونون في مرحلة النيورال تيوب. ما نبي نتعمق في القصة. طيب نيوريليشن طبعا نيورال تيوب ممتاز. طبعا هنا نقول لك نيورال كريست separates from the lat border of the neural plate. طبعا هذه كانوا بيتكلم عن هذه طبعا كانوا هنا كانوا متصلين مع بعض بعدين انفصلوا واحدة تنزل هنا والثانية تنزل من هناك عشان بعدين يتصلون كذا ويوحدوا لنا هذا في هذاك وراح تجي لنا نتيجة زي الصورة اللي قبل هذه. اكتبوا بس نيورال كريست في اليوتيوب وراح تلقوها يعني او انها في الصور يعني وراح تلقوها بشكل اوضح من كذا. طيب بعدين يقول لك ميجريت تو ذا ميزوديرم. طبعا هذا بينزل تحت للميزوديرم. اندرجوز ميسنكايمال ترانزيشن يعني راح يمشي بترانزيشن هذه اسمه ميسنكايمال. وبعدين يقول لك هذه كلها تنتج فين او ايش هو اللي ينتجها او انها ديفرياتيفز اوف وات كلها كريست. نفس الطريقه اللي قلناها في الفيديو الاول اللي هو على اشياء السابق قد يسالك يعني هذه كلها تصنع في هذا الوقت اللي هو نيورال كريست. طيب هنا يجيك الاوتيك واللينس. اوكي نعم الاوتيك واللينس فاللي هي اللي تكون لك العين ولا تكون الاذن. فالمهم بايلاترال اكتوديرم يعني كانه يقول لك عندها طبقتين خارجيه اثنين بايلاترال اثنين اكتوديرم ثيكنز وبعدين هذه تلتف حول نفسها عشان تكون لك زي الكور زي كذا وكل واحده تنشا منها اللي ينشا منها الاذن واللي ينشا منها. طيب ديفرياتيفز اوف ميزوديرم طبعا يقول لك دحين تقسيم الميزوديرم عندنا ثلاث انواع من الميزوديرم برضو في
شوفوا اكتبوا بس ال differentiates of mesoderm او تقسيم الميزوديرم او اقسام الميزوديرم يطلعوا لك هذه الاشياء الثلاثه. طبعا البراكسيال واضحه يظهر في اليوم ال 17 ويكون لنا سوماتيز البراكسيال. لاترال بليت انترا امبريونيك كويلوميك كافيتي، يعني انه بيدخل الكافيتي حق الامبريونيك، وبرضه اللي هي سوماتيك، وهذه الاشياء سوماتيك و سبلانشيك فيسرال، يعني هذه كلها يعني تحدث وتتقسم. يعني السوماتيز تكونت هنا، بعدين تقسمت السوماتيز الى هذا النوع والى هذا النوع. طيب هذا النوع كذا وهذا النوع فيسرال. طيب وهنا انترميديت ميزودير اللي هو الطبقه الثالثه. طيب هنا الميزوديرم والصورة، هنا التيوب، هنا السوماتي، هنا النوثوكورد اللي هي تحفز كل شيء اللي هي العقل المدبر هنا، وهنا الجت زي المعوي وحاجة زي كده، هنا الكولوم. طيب نيجي الباراكسيال، ولا خلي الباراكسيال في الفيديو التالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.